كوتش بدي اسالك يعني هالجو حبيت انا ولو انه الوقت قليل ولكن كل جواب منهم لهالصبايا باكد قد ايه هن قد ايه الروح حلوه قد ايه هيدا الشيء ساعدك لانه تكون بطل لبنان اليوم. ليك اكيد هلا بدي دفنت لجو الفريق كثير مهم واللعيبه اكسبيرينس كثير يعني الفترنز كثير ساعدوا على انه اليانغسترز يكونوا عارفين الرول تبعهم حتى باوقات بتحس اليانغسترز شوي بيكونوا زعلانين مش عم ياخذوا كثير وقت سو الفترنز بيكونوا موجودين مع الكوتش يساندوا الكوتش بانه يفهموا التاسك تبع اليانغسترز شو هو بالبراكتس وحتى بالجيمز سو من هالناحيه كان شيء كثير مهم اكيد لحتى يضل الفريق بالانسد كل البلايرز يجيبوا كل السيزون بقلب الفريق. أنا بتعرف أنت بفريق بطولة وكتير ستارز it's very tough to control the whole team يعني so الحمد لله أنه الفترنز ساعدوا كتير بهذا الموضوع واليانغسترز كانوا extremely disciplined. طيب كوتش بدي أسألك عن شغلة كتير مهمة الإدارة عادة بتأمن كل شيء للكوتش إذا ما أمنت كل شيء بمطرح ما بيكون في هيدا الفراغ الصغير واجهت هيدا الشيء بإدارة نادي بيروت؟ ليك no way يعني حيلا كوتش بتجيبه على بيروت وهيدا بعتقد هيدا السبب نجاح نادي بيروت انه ما بيشتغلوا افريج بعتقد من البريزيدان للاداره كلياتها جهاد جوزيف طارق ما بدي انسى حدا ما بيهمهم افريج يعني على طول هاي ستاندردز بدهم ريزلتس على طول هلا يمكن ما بيحسوا كثير بالبريشر بس they are demanding كثير من هالناحيه وونس they know انه بدهم ريزلتس رح يعرفوا انه رح يقولوا اوكي لكل شيء عم يطلبوا الكوتش سو انا بيرسونلي ولا مره رفض ولا اي طلب حيلا لعيب كان بديه كان عم ينجاب حيلا اجنبيه كانت موجوده كل التمارين كانوا بيرفكت سو لبوا 100% وبعتقد من وراء عقليتهم بثلاث سنين بالبنات عم بحكي بس بثلاث سنين بالبنات من اصل 6 possible titles عندهم 5 سو هيدي اتس ا هيوج وان صراحه ما بعتقد صايره قبل وهوبفلي فور ذا نيكست 6 7 years كمان بيضلوا بذات الورك اثكس وبذات الستاندردز وبذات الحماس.